اللقاء المشترك يناقش المستجدات الوطنية ومعاناة المواطنين. احتفالات بمناسبة عيد العمال العالمي ومطالب بتحسين بيئة العمل. أهلا بكم. يناقش المجلس الأعلى للقاء المشترك على مدى يومين المستجدات الوطنية ومعاناة المواطنين جراء أزمة المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي ومخاطر استمرارها وتأثيرها على حياة المواطنين وتعطيل مصالحهم. وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن زيد في تصريح صحفي إن المجلس وقف أمام الإجراءات الأحادية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات ومخاطر تغييب الشراكة والتوافق الوطنية. وشدد المجلس على مخاطر تزايد عمليات الاغتيالات والهجمات الإرهابية ضد المؤسسة العسكرية والأمنية، وأكد إدانته لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والأمن، وجدد دعمه ومساندته لقوات الجيش والأمن وضرورة كشف مرتكبي الاغتيالات والمحافظة على السلم الأهلي. تعهدت وزارة الكهرباء بإنهاء إشكالية الانطفاءات الكهربائية في عموم البلاد خلال أيام قليلة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء إن إشكالية الانطفاءات المتكررة للكهرباء ستحل بعد الاتفاق الأولي مع وزارة النفط بتمويل للمحطات التوليدية في رأس كثيب والمخا والحسوة بالوقود. اندلعت صباح اليوم اشتباكات بين قوات الأمن والجيش وبين عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة جنديين والقبض على أحد عناصر القاعدة، فيما لم يتم معرفة ما إذا كان قد سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر القاعدة. وقد وقعت الاشتباكات على إثر قيام عناصر القاعدة بمهاجمة إدارة الأمن أثناء عقد اجتماع موسع في الإدارة حضره محافظ البيضاء وقائد المنطقة العسكرية السابعة ومدير الأمن بالمحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية لمناقشة الأوضاع الأمنية بمديرية ذي ناعم. تحت شعار نحو حركة عمالية فاعلة وداعمة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أقيم اليوم في العاصمة صنعاء الاحتفال السنوي التكريمي للعمال المبرزين في قطاعات العمل والإنتاج، والذي نظمته عدد من الأطراف الإنتاجية في اليمن. ويأتي الاحتفال الذي حضره الأستاذ محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد وعدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى تزامنا مع عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو. علي أحمد بلخدر رئيس اتحاد عمال اليمن أعد مشاركة لعمال العالم احتفالاتهم بعيد الطبقة العمالية انتصارا لتضحيات العمال المقدمة من أجل أهدافها السامية والممثلة بالعدالة والحرية والعيش الكريم وتحسين بيئة العمل، ومنوها إلى مواجهة العمالة اليمنية الكثير من الصعوبات والتي على رأسها تدني الأجور وانعدام فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى إنتاج الكثير من المشاكل الاجتماعية وانحصار الاهتمام على توفير لقمة العيش دون الالتفات إلى الرعاية الصحية والتعليم والحقوق الأخرى. ودعا رئيس الاتحاد الحكومة إلى تحسين الأوضاع المعيشية ورفع الحد الأدنى للأجور ومعالجة أوضاع المتقاعدين، كما عد التأمين الاجتماعي مطلبا عماليا. وتخلل الحفلة العديد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن أهمية العمل وضرورة تضافر الجهود حتى تتحقق جميع المطالب الحقوقية. وفي ختام الحفل كرم عدد من العمال المبرزين العاملين بمختلف القطاعات الانتاجية في كافة محافظات الجمهورية.
وعلى ذات الصعيد ألقى المستشار محبوب علي كلمات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي الموجهة لعمال اليمن في احتفالهم بعيد العمال العالمي، أكد خلالها العزم على إيلاء الطبقة العمالية كل الرعاية والاهتمام. وأوضح رئيس الجمهورية أن عيد العمال هذا العام يأتي على عقب سلسلة من النجاحات حققها شعبنا اليمني، أبرزها انتهاج الحوار الوطني التي أقرت مخرجاته التاريخية، توزيع محافظات البلاد إلى 6 أقاليم تعزيزا للوحدة الوطنية، وخلق للفرص التنموية المعول عليها في نهوض البلاد بكافة المجالات، وتوفير العمل لكافة فئات المجتمع. ودعا الرئيس هادي إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق الأمن الذي يعتبر بوابة الازدهار والضامن لجلب الاستثمارات اليمنية والأجنبية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يزخر بالموارد المبشرة بالخير إذا ما صدقت النوايا. سنولي الطبقة العاملة اليمنية كل الرعاية والاهتمام وتوفير فرص العمل وفرص التدريب والتأهيل وتحقيق حقوقهم المشروعة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وضع نصب عينيه هذه المسألة الجوهرية في صدارة أولويات المرحلة الجديدة المقبلة. وإننا لعازمون على أن تشهد مرحلة التحول السياسي بالتزامن والاقتران مع التنمية والنهوض الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأمني باعتبارها حلقة واحدة مترابطة البنيان والكيان. وإزاء ذلك فإننا نعول عليكم وعلى سواعدكم الفتية ودوركم المشهود ومكانتكم المرموقة في المجتمع باعتباركم بناة الوطن الأشاوس ونبض نهضته ورقيه. وبمناسبة عيد العمال العالمي أيضا، كرم اتحاد نقابات العمال بمحافظة المهرة عددا من العمال المبرزين. وفي حفل التكريم أكد وكيل محافظة المهرة لشؤون مديرية الساحل محمد صداعي على أهمية الاحتفاء بالأول من مايو في تكريم العمال وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء في ميادين العمل والإنتاج، داعيا إلى تمكين العاملين والعاملات من الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية والرقصات الشعبية التي نالت استحسان الحاضرين. في استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عبرت أغلبية الرأي العام اليمني عن تأييدها لوثيقة الحوار الوطني الشامل، وكانت نسبة المؤيدين لهذه الوثيقة تمثل ضعف المعارضين لها، فيما لم يحدد ربع المستبحثين موقفا لأنهم ليسوا على دراية أو معرفة ببنود الوثيقة وتوصياتها. التفاصيل مع الزميل محمد الحطان. أشاد وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نائف البكري بجهود قوات خفر السواحل في العملية الأخيرة لها في القبض على قارب تهريب في منطقة وحجة ذباب، كان يحمل مواد تضم 13 كرتونا من الأدوية المهربة و13 كرتون مبيدات قاتلة ومخدرات ومنشطات، كما أشاد بروح الإنسانية التي تحلى بها الطاقم في إنقاذ المهربين من الغرق بعد انقلاب قاربهم نتيجة للأوزان الكبيرة. شهدت مدينة البيضاء مسيرة جماهيرية إحياء للذكرى الأولى لمقتل مدير بريد البيضاء أحمد علي الرماح، وطالب المتظاهرون خلالها الجهات الأمنية والقضائية بالمحافظة بالقبض على الجناة وإحالتهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ووضع حد للانفلات الأمني بالبيضاء. وكان مدير بريد البيضاء قد قتل العام الماضي في كمين نصبه مسلحون مجهولون لسيارات البريد أثناء عودتها من مبنى البنك المركزي في المحافظة.
أتلف مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية رداع بمحافظة البيضاء 6 أطنان من مواد غذائية فاسدة ومياه معدنية منتهية الصلاحية. وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية رداع المهندس منير الصلوي أن عملية ضبط وإتلاف هذه المواد جاء بعد حملات متواصلة ومداهمات مستمرة على المحلات التجارية بمدينة رداع. وأشار إلى أن عملية الإتلاف نفذت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. مشاهدينا، بقي أن نذكر بأبرز العناوين. اللقاء المشترك يناقش المستجدات الوطنية ومعاناة المواطنين. احتفالات بمناسبة عيد العمال العالمي ومطالب بتحسين بيئة العمل. وفي الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.